مشاهدي لو 360 مرحبا بكم. نتواجد الان في واحد المحطه ديال الاداء الجديده ديال عين عتيق. هذه المحطه هذه اللي جات قرب الشواطئ عين عتيق وتتعرف واحد الحركيه في الصيف، الا ان الساكنه اللي هي قرب هذه المحطه تطلب امتيازات لانها تتمشي لمدينه الرباط يوميا. شريف، هذا البياج هنا بالنسبه لكم انتم الساكنه، كيفاش تشوفوه؟ الحق مزيان، ولكن راه كاين الناس اللي كيجي 10 دخلات في النهار، يعني ماشي من صالح ديالو. هادشي اللي كاين هو مزيان، ولكن باش ضرب انت 10 دخلات في النهار شويه قاسحه. اذا انت تقترح عليهم شي حاجه، شي حل على هاد الناس اللي هنا، او موان يعطيهم واحد يدير واحد لاكارت، واحد ريدكسيون ديال 50% وصافي. هادشي اللي كاين. البياج هذا سيدي غير تكرفصوا على الناس داروه، لان قريب كنا تنخرجوا منه رخيص ومزيان. هما تيشوفوا المصلحه ديال 5 دراهم ولا 6 دراهم للسياره، ولكن ما تيشوفوش المواطنين اللي غادي يوحلوا. ثاني كاين السيد اللي في تامسنا مثلا تيخلص الطريطه ديال الدار على قد الحال، تزادت عليه واحد الخمسه ولا 6 دراهم، الا ضربناها في هي 10 دراهم راه 30000 فرنك كوميم. راه بنادم محال، وهذا يعني هذا الشونجور هذا راه يتكرفصوا على الناس وزادوا. تنقولها بوجهي عريان، براسي عريان، امام الله وامام العبد، راه حرام عليهم. هذا كان زوين، هذا كانت اون سيرفيتيد اللي جاي للبحر تيخرج بلا ما يخلص ديك البركه، كان طريق زوين حتى تشوفها عامره. دابا راه غتولي واحد التكرفيصه كبيره، لان كلشي غيهرب لا روت ناسيونال، وغادي تولي لا ناسيونال عامره بزاف. غادي يتكرفصوا، غادي غير يتكرفص. شكون اللي غيتكرفص؟ دائما هو الراجل الدرويش غادي يتكرفص بزاف.